ما هلا فرح رح نستقبل ضيفنا دكتور انس دالي، اختصاصي بالطب النفسي، لنحكي عن موضوع القلق وقد ايه هالقلق ممكن ياثر بحياتنا. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. لما بنقول عن اضطرابات القلق خلينا نعرف بالتفصيل شو هي، امتى بتكون طبيعيه وامتى بندخل بمرحله الخطر. تماما، بدنا نفرق بالبدايه بين مصطلحين اساسيين، الخوف والقلق. هلا القلق هو عباره عن خوف. الخوف هو حالة من المشاعر، حالة انفعالية تتسم بالانزعاج بالتفكير بالمستقبل ولكن لا تجاوز الحد الطبيعي. في لها سمتين، أولا هي مفسرة، معنى شخص عنده امتحان، عنده مقابلة، عنده حدث معين، عمل جراحي، فالخوف مبرر هون ولا يجاوز الفترة الزمنية المرتبطة بهذا الحدث. تمام. والنقطة الثانية الشدة. هلا حتى لو كان في عندنا منبه فعلا او حدث معين يستدعي القلق، ولكن اذا الشده جاوزت الحد الطبيعي حتى لو ما استمرت فيما بعد، فنحن هون امام اضطراب. فاذا الاضطراب متعلق بانه هل الحدث يستدعي هذا القلق، والنقطه الاخرى بشده القلق وشده الاعراض المزعجه المتولده عن هذا الشيء. طيب دكتور خلينا نحكي عن انواع القلق، يعني مثل ما قلت الخوف هو قلق ولكن تمام بدرجه مفسر تماما وطبيعي وفيزيولوجي. بصير في عندنا خلص نقول هذا الاضطراب هو قلق، وشو انواعه يعني لاي درجه ممكن يوصل فيه الانسان؟ تماما، دائما بتصانيف اضطرابات القلق سواء تصنيف جمعيه الطب النفسي الامريكيه او تصنيف منظمه الصحه العالميه، كلمه اضطرابات القلق يندرج تحتها عده عناوين رئيسيه. اولا اضطراب القلق المعمم، من كلمه معمم بمعنى يشمل كل مناحي الحياه. الشخص يبدا بحسبان الأسوأ بدءا من لحظه استيقاظه بما يتعلق باموره الشخصيه وانتهاء بالاحداث العامه، يعني يبدا من استيقاظه يفرض بانه سيتعرض لحادث، سيطرد من عمله، سيتشاجر مع زوجته، اطفاله سيتعرضوا لمكروه، وتترقى شيئا فشيئا لتصل الى انه يتوقع حدوث الأسوأ، حروب، زلازل، كوارث، تفكير مفرط بالمستقبل، حاله توجسيه دائما مفرطه، من الامور الصغيره حتى الامور الكبيره. هذا هو القلق المعمم الذي يشمل جميع مناحي الحياه، من اسمه معمم. لابد ان تستمر هذه الاعراض لمده 6 شهور حتى نقول انه اضطراب قلق معمم. هلا الاضطراب الاخر، في كلمه شائعه اسمها الهلع، دائما كلمه هلع تشير الى حاله مفرطه من الخوف. تمام. في شيء اسمه اضطراب الهلع او اضطراب نوبه الهلع حتى نكون دقيقين، من اسمها هي حاله نوبيه تستمر ما بين دقيقتين الى 20 دقيقه، في بعض الاحيان قد تتجاوز لساعات. تتميز بحاله مفرطه من الخوف الشديد 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 غير المسيطر عليه، دائما يتخيل الشخص بانه سيتعرض لمكروه، سيتعرض لاحتشاء، سياتي ملك الموت ليقبض روحه، دائما بيعبروا بهي الطريقه. تمام. وتترافق باعراض جسديه شديده، مثلا تقاصر النفس، خفقان القلب، تسرع النبض، آلام بطنية ما غير صار، حتى يخيل المريض يعني يعتبر بأنه هو يصاب باحتشاء، وغالبا يحول إلى قسم إسعاف أو إلى أخصائي أمراض قلبية، عندما يحول إلى قسم الاضطرابات النفسية. ببعض الحالات الشديدة بنوب الهلع قد تحدث ما يسمى إهلاسات، بمعنى أنه الشخص قد يدرك أشياء ما أنها موجودة، يسمع أصوات ما أنها موجودة أو يرى أشياء ما أنها موجودة. مراحل متقدمة. مراحل متقدمة، يرى خيالات فيعتقد أنه ملك الموت جاي لانتزاع روحه. هي بالنسبة لنوبة الهلع. العنوان الثالث كمان شيء حكيناه بحلقه سابقه اسمه الرهابات، بيندرج تحت رهاب الساح، انه الشخص يخاف من الخروج لاي ساحه عامه. شيء اسمه رهاب القلق الاجتماعي، متمثل بوجود الشخص بتشكل عنده قلق لدى وجوده باي موقف اجتماعي، او عند مثلا حاجته لالقاء كلمه معينه بمؤتمر او التعرف على اشخاص جدد. والنوع الثالث تحت اسم الرهابات هو الرهابات المحدده، كمان حكينا عنها بالتفصيل، هي رهاب تجاه شيء محدد لا يسبب عاده قلق مثل رهاب. في نوع اسمه قلق الانفصال ذكر بالتقرير. قلق الانفصال هو يحدث عند البالغين ولكن يرتبط اكثر عند الاطفال، وتحديدا بمرحله دخول المدرسه. يكون دائما الطفل متشبث باهله، يعبر دائما عن اعراض جسديه وقت يصير موعد المدرسه، وغالبا الشكايات تجي يوم السبت او الجمعه باعتبار انه المدرسه بتكون يوم الاحد. دائما الطفل عنده احلام مرعبه بانه اهله راح يتركوه، او فيما اذا لو ترك اهله اما انه هو حيتعرض لحادث فما راح يقدر يشوفه مره ثانيه، او بالعكس اهله حيصير لهم مكروه او ما راح يرجعوا فما راح يقدر يشوفه مره ثانيه. فقلق الانفصال يحدث عند البالغين ولكن مميز اكثر للاطفال. كثير حلو هذا الحكي دكتور. لما نحن بنفكر بكذا يمكن يلي اي اضطراب او قلق في ما بعد بمرحله البلوغ والشباب ممكن نرجعه لايام الطفوله. تمام. يلي هو يمكن السبب اما بقوه الشخصيه واما بوجود بعض الخلل بالشخصية. خلينا نحكي عن الاضطرابات قد ايه مهمة مرحلة الطفولة بتشخيص وعلاج هذا الشيء. تماما، هي احدى تفسيرات القلق فعلا، احدى على فكرة تفسيرات كثير من الاضطرابات النفسية ان لم يكن معظمها وغالبيتها، دائما مرتبطة باولا في سبب يرجعوا له هو الثورة الكيميائية بالدماغ،
تصل بين الخلايا العصبية. هي المواد مسؤولة عن وظائف مثل حدوث الحافز، الانتباه، الدافعية. التفسيرات الأخرى المرتبطة دائما بسموها البيئية والنفسية، لغالبا مرتبطة ببيئة الشخص منذ الطفولة، دائما وجوده ببيئة مثلا فيها صراعات بين الأبوين، وجوده ببيئة لأم وأب قلقيين، الحماية الزائدة الأوفر بروتكشن، دائما منعه من خوض التجارب. ممكن قلق الأم أو قلق طبعاً. الأب ينتقل للطفل بدون إما بشكل مباشر وغير مباشر، يعني إما بشكل وراثي بيولوجي تماما عن طريق الأجسام ممكن إنه ينتقل، بيكون في استعداد بالعائلة سلفا للإصابة بالقلق، أو بشكل سلوك متعلم كونه الطفل يعيش في بيئة دائما الأم تعبر عن خوفها، لو ما عبرت بشكل مباشر قدام الطفل، ولكن الجو العام دائما عند القلق يفرض نفسه. قوة ملاحظة هائلة عند الطفل. تماما تماما، أو إذا ما الأم كان قلقها فقط موجه تجاه الطفل، يعني هي ما قلقية ولكن دائما نتيجة الحماية الزائدة، هي بتصيب الحالات اللي بيكون فيها الطفل وحيد، أو مثلا تمت ولادته بعد فترة ما كان يعني الإنجاب كان سهل بالنسبة للأبوين، ففي نوع من الأوفر بروتكشن دائما، الحماية الزائدة، إحاطته دائما بالحماية، منعه من التعرض للغرباء. احساسه دائما الطفل بيكتسب يعني مثل معلومه او حاله بانه دائما في خطر موجود، دائما لازم خاف، دائما لازم يكون حذر. الافراط بالتنبيهات، اكيد الطفل لازم افراط بالتنبيهات، لا تحكي مع حدا، لا تقعد مع حدا، لا تشوف حدا، لا تسلم على هذا، لانه الافراط الكثير والشديد بالتنبيهات تماما يولد حاله قلقيه. واحده كمان من الامور المرتبطه بحاله الطفوله كمان هي وجود الطفل ببيئه اقران خلينا نقول متفوقه عليه دائما، يعني وخصوصا هي بتصير الاهل بيحاولوا يعملوا نوع من المقارنات دائما، ابن عمك الشيء القاتل تماما، ابن عمك اشطر منك، ابن عمك افضل منك، ابن خالتك كذا. ابن جيرانك كذا، ابن فلان كذا، فدائما عفوا دكتور ما بتوقع انه في طفل سوري سلم من هي المقارنه. تماما فدائما بتولد. انا هون كان بدي اسالك فضلي. سؤال، انت حكيت عن الحاله الاولى اللي هي القلق بينصاب في الاطفال بسبب الاهل، طيب تمام. هون اذا المسبب هو الاهل نفسهم فهن بالتالي ما رح يقدروا يعرفوا اذا تصرفات ابنهم خارج عن المألوف او انت هو عنده اضطرابات معينه، لانه هو عم ينفذ خليني اقول الامور اللي هن شايفينها سليمه، ما عم يطلع، ما عم بيروح، ما عم يجي، ما عم يعمل، فردات فعله بالنسبه لهم. طب هون مين الشخص اللي بده يكتشف؟ هل هو الطفل مهيئ انه يكتشف انه عنده مشكله؟ كيف بدنا نكتشف هالطفل عنده قلق ونقدر نساعده بهالحاله؟ سؤال كثير مهم. هلا دائما الاطفال عنا يختلفوا عن البالغين بامر معين، دائما الاطفال ما عندهم هالمسؤوليات الجسيمه، او ما عندهم عمل، ما عندهم عائله، ما عندهم اسره، فتعبيرهم عن اي اضطراب نفسي من بينات هالقلق يختلف بشكل كثير كبير عن البالغ. يعني ما حنتوقع من الطفل يجي يقول انا خايف يصير معي حادث، خايف انطرد من وظيفتي، تماما ما خياله يعني يستوعب ولا فرضيته للاحتمالات ولا لغته اوقات، له لغه خاصه، له لغه خاصه بالتعبير عن كل الاعراض النفسيه، وهي بالمناسبه مشعر لكثير من الاضطرابات النفسيه، يعني دائما هي خطوط ينتبهوا لها الاهل بشكل دائم. خبرنا دكتور. تماما، اول شيء لغه الطفل الخاصه بانه دائما بتلاقيها بتنعكس بحاله من النيرفسنس بسموها العصبيه، بصير الطفل مزاجه مستسار دائما، بالتعبير الشائع عسر، التعبير الشائع بيقولوا انه هو عسر، ممكن انه دائما مثلا يمتنع عن نشاطات كان يساويها، ممكن يصير يحطم العابه، يكسرها او يرفض انه يلعب فيها، تنعكس كثير بسن المدرسه على اداء الدراسي، رفض الطفل للذهاب للمدرسه، او مثلا كان بفتره انه مستواه الدراسي جيد ومتفاعل، بعدين فجاه صار عنده يعني معانده للذهاب للمدرسه، معانده لانجاز الوظائف الدراسيه، رفض لدرجة البكاء الشديد يعني ممكن يتصل بعض الأحيان للمعاندة الجسدية لأنه يذهب للمدرسة. ونقطة أخرى كثير مهمة بدنا ننتبه لها ذكرتها شوي، اللي هي أنه الطفل دائما بيعبر عن شكاوى نفسية بأعراض جسدية، بطني عم بيجعني، راسي عم بيجعني، حرارتي مرتفعه، بس تختلط كمان هي الاسباب. طبعا تختلط، يعني لهيك انا عم قلك تماماً. كيف فينا نعرف تماماً. هذا الطفل عنده مشكله تماماً. لانه كثير اوقات بيتشابه كل اللي قلته مع حالات ثانيه. الفرق انه الحالات الثانيه بتكون عابره وبتروح، يعني دائما اكيد الطفل معرض بشكل طبيعي لينصاب بامراض جسديه، ولكن هي بتكون محدده بفتره يوم يومين ثلاثه عشره، اخذ ادويته وانتهت تمام، وتكون مزمنه، هي النقطه المهمه. الشغله الثانيه نحكم عليها بسن المدرسه، مستوى الدراسي تمام. طب التغير بالمزاج، يعني انا وقت الطفل يكون برتم معين لمزاجه، ماشي على رتم معين، انه هو بيعاند فتره، بيتقبل فتره بس ممكن تسيطر عليه، ولكن وقت تصير الغالبه عليه لفترات طويله، عم بحكي عن اسابيع وشهور واكثر، غالب عليه حاله بيعبر بالتصاق مبالغ فيه تماما. وهون هي سمه كثير مهمه لقلق الانفصال، صار بصير بتشبس باهله بطريقه مخيفه، غرفه اخرى او ممكن يتشبس فيها، ما بحس بالامان الا بحال وجود امه معه. نعم،
نعم. كمان سلمى، يعني إذا بدنا نقول عن عالم الطفل فهو قديش عالم كتير كبير. صحيح. هو السبب ببناء شخصية الإنسان. أكيد. لما فيما بعد خلينا نقول السبب بالتوازن وسبب بالاختلال، وقديش فينا نحن نتدارك هي المشكلة عند الطفل في حال كان عند الأهل هذا الوعي وقوة الملاحظة والانتباه الكامل للطفل، كيف فينا نعزز شخصية الطفل؟ تماما أكثر. دائما يعني تحديدا عند الأطفال التوصيات، أو خلينا نأخذ نفس الشكل التقليدي للشخص البالغ، يعني بما أنه في اختلاف بالأعراض أكيد المقاربة تختلف. نعم. دائما الطفل بده يكون أو بالدرجة الأولى ثنائي اللي هو الأسرة والمدرسة، يكون المعالج تحت إشراف المعالج. نعم. ولكن فيما بعد حتى حتترك دفة القيادة حتى للأهل وللمدرسة. دائما موضوع خصوصا بالسنين الأولى، موضوع بناء الشخصية، موضوع بناء القناعات، بناء القدرات تكون بالمراحل الأولى لسن المدرسة. فدائما نحن نلجأ بهون بهي النقطة، مو بس بالبيت، مو بس بعبارة عن تحفيز، لا، نلجأ دائما للمدرسة لبيئة بعيدة عن المنزل، لأنه هي شو الفكرة؟ الفكرة أنه هو بيئة بعيد فيها عن أهله، هو ممكن يكتسب فيها ثقته، هو ممكن يخوض تجاربه. تماما أكيد. بالنسبة للأهل في توصيات كتير مرتبطة دائما بتعريض الطفل لبعض المهام البسيطة والإطراء عليها بشكل مبالغ دائما، حتى لو كانت المهام بسيطة، ولكن إعطائه الإحساس بأنه أنت عملت شيء، تماما أنجزت، تكتسب الثقة، عم تكبر، عم تصير زلمة يعتمد عليه بهالمعنى. بالنسبة للمدرسة ممكن الاتفاق مثلا مع 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 المدرس أو المعلم ببعض الأمور، مثلا كمان مثلا إعطائه مهام بسيطة، تمارين بسيطة، دمجه مع أقرانه، هذا شيء كتير مهم، دمجه مع أقرانه لضبط العلاقة. دائما القلق بيصير عنده نوع من التجنب، وخصوصا فيما لو انه مثلا تعرض لنوع من التنمر او نوع اللي بتصير بين الاطفال كثير، مثلا لشكل او لتصرف معين عمله، فدائما مراقبه علاقته مع اقرانه، علاقته النديه باللعب، تحطه بالعاب مثلا يكون هو ما تكون كثير معقده ولكن ينجز فيها، واعطائه بانه انت انتصرت عليهم مثلا، يعني فزت عليهم، انت قادر تنجح، قادر تفوز، اعطائه بعض التمارين البسيطه مثلا والمبالغه الى حد ما بالاطراء امام الاقران، امام جموع الصف. تماما. نعم. فهي عملية، طبعا أنا ضربت أمثلة سريعة، ولكن هي عملية شوي يعني مركبة شوي، في لها خطوات متدرجة بتصير تحت إشراف المعالج النفسي. أكيد. يعني نصائح متعددة اليوم أعطيتنا إياها، بنتمنى يكون الكل رح يستفاد منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير دكتور أنس الدالي. كل الشكر لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. أما هلا سلمى بننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والمحلية والعالمية مع زميلتنا ميس. يسعد صباحك. صباح الخير أيضا لسلمى، كل المشاهدين الأخبارية السورية.